ناس كتير بتفتي في موضوع التعابين، يعني عشان يقول لك التعبان ده ذكر ولا انثى يقول لك بص على ديله. طبعا موضوع الديل يا جماعه ملوش علاقه بالتعابين نهائيا، يعني ملوش علاقه باللي انت تحدد ده ذكر او دي انثى، فاهمني؟ عشان تعرف تحدد صح هقول لك على الخطوه الصحيحه اللي تخليك تحدد النوع. دي اسمها سكس بارف، دي حاجه بتعرفك اذا كان الثعبان ذكر ولا انثى. طبعا الانثى المخرج بتاعها بيخش اللي هو الادوات دي بتخش لجوه جامد يعني، والذكر عكس النتايج بيخش نقطه صغيره في المخرج بتاعها، تمام؟ وانا هوريكم دي عملي حاليا، يعني هوريكم الوقت ازاي تعرفه. ودي اللي هي السكس بروب اللي هي بتاعت معرفه الجيل، تمام؟ زي ما انتم شايفين متحدده بالسنتي، يعني كل واحده وليها سنت معين وفيها راس قدام اهيك عشان ما تعورش الثعبان، تمام؟ ودي طبعا مش مولوده في مصر، دي بتتجاب من بره، تمام؟ مفيش غير نوع واحد في الثعابين اللي الانثى مختلف على الذكر، تمام؟ اللي هو الخضيري. الخضيري تلاقي النتايه فاتحه على الذكر، والاثنين معروفين الوانهم معروفه، يعني الذكر معروف والنتايه معروفه. هحط لكم صور في الشاشه للذكر والنتايه بالنسبه للثعبان الخضيري. اما باقي التعابين بتتعرف عن طريق المخرج، وكل يعني حسب الطول، الطول بتعرف عن طريق المخرج، يعني من 50 سنتي لحد 50 سنتي بتعرف باللي هي الفتحه الصغيره دي، بتدخلها في المخرج وتعرف اذا كان ذكر ولا انثى. وهجرب حاليا معاكم. طبعا لو الجزء ده دخل في الثعبان للاخر كده يبقى انتهى، لو سد اول ما يدخل يعني لو دخل حته صغيره كده خالص يتعرف اللي هو ذكر. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام؟ بصوا دي كده انتهى، شايفين دخلت لحد فوق للاخره، تمام؟ لو سدت يبقى ذكر، شايفين؟ دي نتايه، تمام؟ الثعبان ده انثى، هوريكم الوقت ذكر. ودي ثعبان كمان يا جماعه، هوريكم اذا كان ذكر ولا انثى. زي ما انتم شايفين اهو المخرج، تمام؟ كده المخرج دي مسدوده مش راضي يخش في البارب 6 اللي هو بصوا مفيش. انا بحط ده عكس التاني، التاني دخل للاخر، اما دي بصوا مفيش المخرج ما بيخشش. دي يثبت ان دي ذكر، تمام؟ كده انتوا عرفتوا الذكر من الانثى، يعني محدش يقول لك الطويل ذكر والنتايه مش عارف ايه. دي بصوا شايفين دي اكبر من التاني، الحجم ملوش علاقه ايه بالنوع اذا كان ذكر ولا انثى. اديكوا عرفتوا الثعبان الذكر من الانثى، واي حد واقف معايا اي حاجه يكلمني وانا هرد عليه.